السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابري والنحل، القناة التعليمية. تكلس الحضنة، ما هو التكلس وكيف نتعرف على هذا النوع من التكلس؟ سنقوم بإنزال صور يتعرف عليها الأخ النحال شكلاً ومضمون التكلس داخل العيون السداسية. وفي نفس الوقت هناك محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، والحديث عن التعامل مع هذه مع هذا المرض إذا ظهر داخل الخلية. محاضرة قيمة تكون معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي الكريم. أخي الكريم، يعني من النظرة الأولى يبدو لي أنه هذا تكلس حضني، ولكن ربما النظر على أرض الواقع، يعني النظر بالصورة غير المشاهدة على أرض الواقع، ربما يعني من خلال المشاهدة على أرض الواقع يكون مرض ثاني. لكن حتى تقطع الشك باليقين، حاول تفحص في أرضية الخلية وفي مدخل السروح أو في بوابة السروح أو أمام النحل. إذا وجدت يرقات متحجرة، يعني متصلبة، هذه اليرقات لونها يعني تقريبا رمادي قليلا، أو ربما يكون فيها زركشة، هذه المتحجرات ربما تجد فيها نقاط سوداء أو خضراء. هيك بنكون قطعنا الشك في اليقين وتأكدنا من أنه هذا المرض هو تكلس حضني. إذا كان تكلس حضني زي ما أنا يعني قدرت، فهناك في عدة أمور أو إجراءات للسيطرة على هذا المرض وليس علاج كيماوي، لأن هذا المرض فطري، والأمراض الفطرية عادة لما بتكون لنحال يعني هذا مرض فطري ربما يستهين في الموضوع، أو لو إذا كنت مرض فيروسي يعني بخاف كثير. لكن الأمراض الفطرية سواء كانت في الإنسان، في الحيوان، في الحشرات، حتى في النباتات، الأمراض الفطرية أمراض خطيرة وتأثيراتها كارثية والسيطرة عليها صعب. لكن يعني احنا بنقول ايش اللي بشجع نمو الفطريات هذه، خصوصا في النحل. خلينا بالنحل، احنا ما بدنا نحكي عن موضوع ثاني. يعني اللي بشجع على نمو الفطريات هذه هو وجود رطوبة عالية زائد درجة حرارة معتدلة، مش حارة لكن معتدلة. في هذه الأجواء تنشط الفطريات ومنها مرض تكلس الحضنة. طبعا السبب الرئيسي تقريبا لوجود هذا المرض هو الخلخلة بالكثافة النحلية. يعني بتظهر عادة هذه الأمراض لأن بشهر 2 وبشهر 3 كله تقريبا، ربما تصل إلى بداية شهر 4 إذا كانت الأجواء لا زالت رطبة. فالنحال بيكون يعمل توسع للملكة حتى تبيض بأقصى طاقتها، لكن الكثافة النحلية بتكون قليلة، فما بيقدر النحل يسيطر على الكثافة النحلية الموجودة. يصاب بعض اليرقات بالموت نتيجة مثلا عدم التحضين الجيد ونتيجة القلة في عدد النحل الحاضن في داخل الخلية والتذبذبات في درجات الحرارة نتيجة هذه قلة الكثافة النحلية، فتنشط في هذه الحالة مرض تكلس الحضني. لكن إذا إحنا بدنا نسيطر عليه بدنا نعمل عملية عكسية للسبب اللي ظهر فيه. أولا يعني بدنا نرفع الكثافة النحلية، بحيث إنه هذه إذا كان في عندك أقراص مصابة بشكل كبير أو تظهر فيها الإصابة بشكل كبير وأعداد كبيرة في القرص الواحد، بنقوم بالتخلص من هذه الأقراص اللي فيها إصابة قوية، وما بنحط إطارات أساس ولا إطارات مبنية. يعني بدنا نرفع الكثافة النحلية. فإذا كانت مثل الخلية اللي موجودة عندك على 10 إطارات، رجعها إلى 6 إطارات 5 إطارات، وتخلص من كل الإطارات اللي فيها إصابة قوية.
الأمر الآخر إنه بدنا نعمل تهوية للخلية، يعني إذا كانت في منطقة أو في منطقة ظل، في منطقة ما بيجي عليها رياح أو شمس بطريقة مباشرة، بدنا نحركها وبدنا نزيحها بحيث إنه تتعرض هذه الخلايا للشمس، لأشعة الشمس المباشرة، وتكون في يعني الهواء يتحرك على جوانب هذه الخلية. ثم إنه بالأيام اللي ممكن فيها تكون مشمسة والجو مناسب، إن نرفع الغطاء، نرفع الغطاء الخارجي للخلية، بحيث إنه نسمح للشمس بإنها يعني تيجي على الخلية أو على ظهر الخلية مباشرة، حتى يصير في ممر أو تيار هوائي يقدر يتخلص من الرطوبة الزائدة إذا كانت موجودة رطوبة زائدة في هذه الخلايا. إذا بتعمل أنت سجلات، وهذه الخلية في لها سجل مرضي سابق، يعني إذا أصيبت سابقا في مرض تكلس الحضني، فممكن إنه نتخلص من هذه الملكة نهائيا، يعني نتخلص من الملكة ومندخل بيت ملكة من سلالة عندها مقاومة للأمراض. ما نترك النحل يبني بيت ملكي عنده في نفس الخلية، لأنه إذا بنت في نفس الخلية بيوت ملكية ستحمل هذه الملكات هذا المرض، وربما تنقله للأجيال القادمة. إذا كان هذه الخلية يعني سجلها المرضي خالي من الأمراض، أو الملكة اللي موجودة فيها ملكة ممتازة وجيدة ومعروف أصلها، ممكن أن نبكي عليها، ولكن في هذه الحالة بنقفز على الملكة أو بنحبسها لمدة أسبوع أو 10 أيام حتى النحل يتخلص من كل اليرقات المصابة. ويعني إذا كشفنا على الحضنة ما نلاقي ولا حضنة ميتة في داخل الخلية، يعني بمعنى أن النحل خلاص تخلص من اليرقات التي قد تسبب عدوى فيما بعد. في حالة أن شفنا النحل سيطر على الملك على الحضنة ونظفها تماما، بنقدر أن نفتح على الملكة وتعود، وإن شاء الله في هاي الحالة يعني بيكون تشافت الخلية من هذا المرض. ويفضل دائما برضو في إجراء آخر، يفضل دائما أن لما تكشف على الخلايا المصابة سواء بتكلس الحضني أو غير تكلس الحضني، أنه ما تكشف فيها في نفس الملابس اللي أنت بتستخدمها، خصوصا العتلة والكفوف أو القفازات إذا أنت كنت بتستخدم القفازات، أو بتتركها لآخر الشغل. يعني لما انت تكشف على كل النحل السليم، تشتغل بالنهاية في النحل المصاب إذا أكثر من خلية، مع ضرورة انه العتلة اللي انت بتستخدمها و الكفوف انه هذه تكون خاصة لهذه الخلايا المصابة، وإذا اشتغلت في هذه الخلايا ما تعود ثاني يوم أو ثالث يوم تستخدمهم في الكشف على الخلايا السليمة. طبعا ممكن في هذه الحالة مثلا نقدم للخلية تغذية إسعافية تحتوي على منقوع الشيح أو منقوع الزعتر أو منقوع أو الكركم، كل هذه النباتات اللي ممكن إنها ترفع مناعة النحل، أو يعني الليمون، الخل إلى آخره. بس ما تخلط كل هذه الأمور مع بعض، يعني إذا مثلا اليوم غذيناها بتغذية فيها ليمون، بكرة بنغذيها بتغذية فيها كركم، وهكذا، حتى يعني ربما بعض خلينا نقول المنقوع يؤثر على منقوع آخر يضعف تأثيره. فالأفضل إنه كل مرة نحط شيء في التغذية، ما نخلط كل هذه المواد مرة واحدة، يعني مش نحط خل ونحط ليمون ونحط كركم ونحط زنجبيل ونحط قرفة أو نحط زعتر كلها مع بعض، لا، خلي الأفضل إنه يكون كل شيء لوحده. تحياتي.